نروح بقى لمنتخب مصر أول لكرة القدم، واللي أعلن الجهاز الفني الخاص به بقيادة حسام البدري قائمة أولية من اللاعبين للدخول في معسكر إعدادي لمواجهة توجو ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا. القائمة بتضم 14 لاعب محلي للدخول في معسكر هنا إعداد يبدأ في الثالث من الشهر المقبل، بالإضافة إلى المحترفين وهم محمد صلاح، محمد النني، محمود تريزيجيه، وأحمد حجازي، وأحمد حسن. طيب بالنسبه بقى للعيبه الاهلي والزمالك ومساله انضمامهم لمعسكر منتخب مصر، ينتظر الجهاز الفني انتهاء ارتباطات ناديي الاهلي والزمالك في مسابقه دوري ابطال افريقيا للتاكد من سلامه كل العناصر المرشحه من صفوف الناديين، وايضا الاعلان عن القائمه النهائيه. بيستعد المنتخب المصري لمواجهه توجو ذهابا وايابا يومي 14 و17 نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثه والرابعه من التصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا المؤجله حتى العام 2022 في الكاميرون طبعا بسبب فيروس كورونا المستجد.